مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من رجا توكينج لايف. أنا أوريدي طلعت كذا فيديو بحكي فيه على الطاقة تبعت 2021 والطاقة تبعت كل شهر وكيف نتعامل معها. بهذا الفيديو أنا كمان بدي أعطي وسائل تانية لكيف إنه إحنا نتعامل مع طاقة 21. اليوم أنا اللي بدي أحكي فيه اللي هي الطريقة اللي منتطلع فيها على الأمور، المنظار أو العدسة اللي إحنا منشوف العالم فيها. أنا زي ما حكيت لكم سنة 21 فيها كتير تحديات وتغييرات كتيرة، فواحدة من الطرق غير إنه بالطريقة الطاقة اللي أنا حكيت عنها كيف إنه نتعامل معها، أنا اليوم بدي أحكي على كيف إنه إحنا الطريقة اللي منتطلع فيها على الأمور هي اللي بتخليها يا إما تكون سهلة يا إما بتخليها صعبة علينا. واحدة من الأشياء اللي إحنا ممكن نعملها على طول إنه إحنا نغير منظورنا للموضوع تبع التحديات. إذا إجا علينا وقت ومرينا بظرف معين في صعوبات كتيرة وفي تحديات كتيرة، واحدة من الأشياء اللي ممكن نعملها إنه إحنا بس نغير العدسة اللي إحنا لابسينها، نطلع عليها بطريقة إيجابية وبطريقة غير اللي إحنا قاعدين نطلع عليها. فمثلاً إذا إحنا طلعنا على هذا التحدي إنه فرصة لإلنا لنتقدم بحياتنا، فرصة للنمو العاطفي، نمو السبريتشوالي الروحاني، أو إنه إحنا تننجح أكتر بحياتنا، then بتصير التحدي ما صار تحدي. صح حيكون صعب والطاقة تبعت الموقف حتكون كتير صعبة، بس الطريقة اللي بنتطلع فيها حتخلينا نلاقي حلول وتخلينا نتعامل معها وتخفف من حدة الموقف نفسه والطاقة تبعته، لأنه إحنا هلأ عم نعطيها طاقة معاكسة. إذا هي لتسيد الطاقة، عادة التحديات بتكون طاقتها شوي سلبية والتغييرات هاي اللي بحياتنا وبتخلينا دايماً stressed و overwhelmed وما قادرين نتعامل معها. فإذا إحنا عطيناها شوية هيك، حطينا لها بس شوية طاقة إيجابية ونصير نضحك على اللي بيصير وقتها صعب، بس صدقوني يعني هلأ إحنا أنا وولادي نرجع نتطلع على مواقف صعبة كتير مرقت علينا ونقعد نضحك عليها وقتها. والله لو قلتي لي حتضحكي يمكن I don't know شو كان عملت فيكم، بس إنه لا عن جد خلينا نتطلع على الأمور بطريقة تانية. الطريقة بدل ما إحنا نحس حالنا على الأنين وفرطة وما في حل وما في مخرج والدنيا كلها مسكرة وكل شيء طبق علينا، لا خلينا نوسع شوي، نوسع المدارك تبعتنا أول واحدة، نغير الطريقة اللي منتطلع فيها على الموقف الصعب اللي في حياتنا. لما نغير الطريقة اللي إحنا لما نتطلع على الأمور بطريقة مختلفة الوضع بتغير completely صدقوني. سو جربوها. إذا الواحد عنده في تحدي هلأ صعب بحياته أو موقف صعب، حاول يطلع عليه بطريقة تانية. هلأ في إشي إحنا بنقوله بالإنجليزي دايماً what you persist resist. سو الواحد اللي إشي بيضل يقاوم فيه يضل يقاوم فيه يضل يقاوم فيه بيضله موجود، ما بيروح من حياتنا. زي قانون نيوتن الثالث، مش بقول لكل فعل رد فعل؟ فتخيل هذا الفعل اللي انت عم بتقاوم بتشد 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 بتشد، هو كمان بالمقابل هيشد يشد يشد. سو ايش سوينا احنا؟ ما حلينا الاشكال وصار في قوة معاكسة اكبر بكتير طاقتها من طاقة الموقف نفسه. سو خلينا احنا نتعامل مع الأمور بإنه نغير النظرة تبعتنا للموقف اللي إحنا فيه، نغير نظرتنا للأمور بطريقة إيجابية،
نبعد عن السلبية. والشغلة الثالثة كمان إنه إحنا نبقى مرنين وسهلين ونمشي مع الموقف كيف هو، وهي أحسن طريقة اللي هي go with the flow، زي المي، زي مية البحر، مية النهر بتلاقيها بتمشي بسهولة وسلاسة، صح؟ بوقف قدامها حجر، طيب كم مرة رحتوا وشفتوا المي عم تمشي وفي حجار، كله حجار حجار حجار، وقفت المي؟ ما وقفت، right؟ إيش اللي صار؟ لفت حوالين الحجر وضلت ماشية، ما في شيء مشاها، لأنه المي مرنة سهلة بالتعامل، it flows، والإنرجي لما بتكون you're flowing تبقى سهلة، بتبقى بتساعدنا إنه إحنا نتغلب على كتير صعوبات موجودة في حياتنا. وآخر شغلة بدي أقولكم إياها، إنه تتذكروا إنه الأفكار تبعتنا إلها طاقة، فإذا الفكرة سلبية أو إحنا عم نطلع على الأمر بموضوع بطريقة سلبية، ذن الطاقة اللي عم نجيبها للموضوع اللي إحنا عم نمرق فيه ولا الموقف الصعب هتبقى سلبية. إذا إحنا الطاقة تبعتنا عملناها إيجابية، ذن إحنا اللي حنجيب للموقف تاعنا طاقة إيجابية هتساعدنا نلاقي حلول اللي تساعدنا نطلع من الموقف هاد. وأنا عارفة إنه صعب إنه إحنا ما نحس emotionally أو عاطفياً إنه إحنا نكون حزنانين، stressed، زعلانين، متضايقين، بس خلينا مش مشكلة منحسها، نمرق بالفي عم نحسه وبعدين نرجع مرة تانية نحكي مع عقلنا وعواطفنا مع بعض الاثنين ونلاقي طريقة ناجحة للحلول اللي من نتطلع عليها، وإن شاء الله الانرجي حتكون تحت الموقف أسهل وحتنحل بطريقة سهلة ما كنتوا تتوقعوها إيفن. يلا شكرا كتير لكم، أنا بس حبيت أطلع أعطيكم كمان وسائل لتساعدكم على التعامل مع الطاقة تبعت 2021، ولو سمحتوا شاركوا سبسكرايب وشير الفيديو، أعطونا thumbs up علشان دايما نكبر مع بعض ونبني كوميونيتي كله حوالينا مجتمع كله طاقة إيجابية وإيد واحدة علشان نبقى كلياتنا سعداء إن شاء الله. شكراً كتير، مع السلامة، باي باي.